بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، حلقه مختلفه، حلقه هامه جدا جدا جدا. نجم الحقيقه اثبت وجوده وفرض اسمه ونفسه على الجميع منذ وصوله الى مصر والى النادي الاهلي بالتحديد. بتكلم عن وسام ابو علي، نجم النادي الاهلي اللي اصبح الان واحد من نجوم النادي الاهلي وله عشاق ومريدين كثيرين جدا حبا فيه، لانه في وقت قليل جدا استطاع اثبات وجوده وحفر اسمه باحرف من ذهب، خصوصا بعد ما سجل هدف هام للاهلي في البطوله الافريقيه في مرمى مازيمبي، واهداف هامه للنادي الاهلي في بطوله الدوري العام، وساهم بقوه في حصول النادي الاهلي على البطوله الافريقيه. اذا بعد قليل هيكون ضيفنا لاول مره على الهواء مباشره وسام ابو علي، النجم الفلسطيني، نجم النادي الاهلي باذن الله. منذ لحظات انتهت المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا التي جمعت ما بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وفوز كان متوقعا ولكنه شاق لريال مدريد. ريال مدريد عانى كثيرا الشوط الأول، تألق دفاع الريال والحارس كورتوا، لكن الشوط الثاني انقلب الحال تماما وتألق نجوم فريق ريال مدريد، ونجح كارفخال في إدراك الهدف الأول، ومن بعده نجح فينيسيوس جونيور في إحراز الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز للفريق الأكبر الأشهر الأعلى الأكبر نجومية في العالم أجمع، ريال مدريد بطلا لدوري الأبطال الأوروبية. ألف مبروك للريال. طيب خلينا نروح لمنتخبنا الوطني أعزائي المشاهدين والمتابعين، وانتهت القصة وانتهت الحدوتة، وهي النهاية السعيدة والتي كنا ننتظرها جميعا. محمد صلاح كابتن وقائد منتخب مصر ينضم إلى صفوف المنتخب. هقول لكم شوية كواليس لصلاح. صلاح النهاردة ذهب إلى معسكر المنتخب، كان موجود الساعة 10 صباحا في المعسكر، طبعا كان كل الناس نايمه لانه بيتمرنوا متاخر وبيتعشوا بعدها بيناموا متاخر شويه. كان موجود 10، دخل الجيم، عمل تدريبه في الجيم، وبعد كده دخل غرفته، كان مقابله الاداري كابتن مينا، او منسق مع كابتن مينا الاداري. بعد كده على ما خد الشاور وبعدين بدا ينزل، بدا بقى يقابل كابتن حسام وكابتن ابراهيم. اللقاء كان حميميا للغايه، جميلا للغايه، بين اسطورتين. الاسطوره الحاليه محمد صلاح، نجم الاول للكره العربيه والافريقيه وسفير فوق العاده للكره العربيه والمصريه في اوروبا، والاسطوره حسام حسن حتى هذه اللحظه هو صاحب كل الارقام القياسيه مع منتخبنا الوطني. انتهت الزوبعة في فنجال، والحمد لله ما حدش هيلاقي حاجة يتكلم عليها على خلاف حسام وابراهيم مع محمد صلاح. الآن الكل خلف منتخبنا الوطني، التكاتف، المساندة، كل حاجة تكون موجودة صح لمنتخبنا الوطني، إيجابية لمنتخبنا الوطني. صلاح كان هناك اجتماع مع اللعيبة واتكلم ان احنا موجودين هنا عشان منتخبنا الوطني، موجودين هنا عشان نوصل كاس العالم، عندنا 6 نقاط، هنموت ناخد ال6 نقاط عشان نوصل لكاس العالم. كلامه كان كله ايجابي مع اللعيبة الحقيقة، وكان ليه وقع جميل على الجميع. حسام وابراهيم رحبوا بيه بشدة، اتكلموا على صلاح كقيمة، واتكلموا على صلاح ك واحد يعني منتخبنا الوطني بيبني عليه حاجات كثيرة جدا. اللعيبة استقبلوا صلاح استقبال فوق العادة، فوق الوصف، كانوا كلهم سعداء لانه صلاح كل اللعيبة بلا استثناء بيعشقوا محمد صلاح، هو نفسه كان مرتاح جدا نفسيا. يعني هقول لكم سر كمان عن صلاح محدش يعرفه، انه فاكرين القعدة بتاعت كابتن حسام مع بعض الصحفيين اللي تسرب منها كلام كتير جدا. صلاح في هذا التوقيت كان منزعج وكان غاضب جدا جدا جدا، ويعني كان مذهول ازاي قعدة خاصة والراجل بيتكلم كلام مع الناس، يعني بيفتح قلبه شوية،
انه القعده دي تتسرب وتتقال. كان صلاح منزعج جدا جدا، ودي من الحاجات اللي خلته يستعجل كمان بدل ما يجي يوم 3 انه يكون موجود من بدري مع المنتخب الوطني ويساند ويؤازر المنتخب الوطني. لكن بقول لكم عن فرحه الجهاز الفني وفرحه اللاعبين بحضور صلاح لا تسل من الجمال اللي كان موجود النهارده. كمان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان موجود النهارده مع منتخبنا الوطني. تعالوا نقترب اكتر من الصوره ومن المشهد مع زميلنا العزيز خالد رزق. مساء الفل يا خالد، اتفضل. كل التحية ليك يا كابتن شوبير، وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، يعني من داخل استاد القاهره الدولي وكواليس تدريب منتخبنا الوطني المصري بالتاكيد بعد اكتمال الصفوف وبوصول النجم المصري محمد صلاح الى المنتخب الوطني اللي كان فيه استقبال ليه بالامس بعد وصوله. وطبعا المنتخب واللاعبين على اتم الاستعداد، حاله نفسيه مرتفعه عند كل اللاعبين، هناك تركيز للفتره القادمه. بالتاكيد مباراه هتكون مهمه يوم 6 ان شاء الله، واكيد هنشوف اجواء وكواليس لمنتخبنا الوطني. طبعا احمد فتوح لاعب منتخبنا الوطني اللي كان امبارح بيعمل بعض التدريبات التاهيليه، ولكن النهارده يعني هو سليم 100% وبيشارك في التدريب بصوره جيده جدا، وايضا باقي اللاعبين على اتم الاستعداد. حراس المرمى منافسه قويه جدا بالتاكيد بين حراس المرمى، وحاله نفسيه مرتفعه لحراس المرمى ايضا. على جانب اخر، يمكن الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه اللي كان حريص على التواجد في استاد القاهره الدولي وكان ليه حديث مع اللاعبين لدعم مسنده اللاعبين بالتاكيد قبل المواجهات الهامه في الفتره القادمه وحلم الصعود بالتاكيد لكاس العالم، وكان حديث مطول مع نجمنا المصري محمد صلاح وايضا مع باقي بعثه المنتخب. يعني المران النهارده كان الساعه 7:30 مساء، والجهاز الفني كان ليه حديث ايضا مع اللاعبين قبل وجبه الغداء في معسكر المنتخب، وكابتن حسام حسن اتكلم مع اللاعبين بعد اكتمال الصفوف واتكلم على كل النقط المهمه وعلى التركيز في الفتره القادمه انهم يحققوا حلمهم وحلم الشعب المصري بالتاكيد اللي بينتظر الكثير من المنتخب الوطني. كابتن شوبير، المنتخب على اتم استعداد، دي كل الاجواء والكواليس من داخل استاد القاهره الدولي وتدريب منتخبنا الوطن المصري. نعود مره اخرى للسيد، اتفضل يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز خالد رزق. ومن النهارده بقى او من بكره نقول انه ان شاء الله المسانده بقى بكل الطرق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. الفوز على بوركينا ثم غينيا ان شاء الله يؤكد غينيا بيساو يقربنا جدا من التأهل لكأس العالم. خليني اقول لكم النهارده كان في 3 مباريات في كأس مصر. فاركو كسب الواسطة 3-0، ام بي كسب النجوم 1-0، مودرن كسب بترول اسيوط 3-0، ومن قبل سيراميكا فاز على مكادي 1-0، وسموحة على لافينا 1-0، وزيد على الداخلية 2-1، والمقاولون خسر مودرن كسب 3-0، ام بي كسب هنا كاتبلي 2-3-0، جوناسان وارنولد ايبا تاكدوا من النتيجه. سموحه 1-0 على مكادي، سموحه 1-0 على فيينا، سيراميكا كليوباترا 1-0 على مكادي، زد 2-1 على الداخليه، المقاولين 1-0 على المقاولين بيخسر 1-0 من الترسانه، طلاع الجيش 1-0 على بورفؤاد، المصري 1-0 على جمهوريه شبين، الاسماعيلي 2-1 على قناه، بنك الاهلي 4-1 على بتروجيت، بلديه المحله بيخسر على ملعبه من الجونه بضربات الترجيح 5-4. تبقى غدا اللقاء وحيد يجمع ما بين الاتحاد السكندري وبوئير للأسمدة. مش عايز أضيع وقتكم لأنه الحوار هيكون ممتد وإن شاء الله حوار يعجبكم مع نجمنا اللي هينورنا بعد قليل وسام أبو علي. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. ضيفنا النهاردة مش مجرد لاعب كورة وبس، ده سفير بيدور عن ابتسامة يقدمها هدية لشعب في عز الصعب. الحياة لم ولن تتوقف هنا. من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن، صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا. جاي وكله أمل، طموحات كتير وكمان أحلام، يعمل بيها أكبر هجمة مرتدة في التاريخ على كل الجراح على كل الآلام. وسام أبو علي اللي انضم للنادي الأهلي في ليلة السعادة الكبيرة ليه والأهل والوطن والكل محبيه في كل مكان، من قبل حتى ما يلمس الكورة اقتحم قلوب الجماهير
وحجز لنفسه مكانة ومكان كبير عند الكل. هدف بتوقيعه يعني أكتر من مجرد هدف. ألف دقة قلب، حتى الصورة اللقطة ولا البطولة تلاقي اللمة معاه غير. أسرة بيه فرحانة وجمهور عينه دايماً وراه بيدور عليه في كل مكان علشان يقوله من القلب في كل لحظة ليك منا ألف سلام يا أجمل وسام. قبل المدرجات استقبلته أحضان، وقبل الكاميرات ملامحه اترسمت على الجدران. من الآخر وسام مش حكاية كورة ولعب، وسام عايش معانا حالة حب. وهو وسام جه. وسام مساء الخير. مساء الخير حبيبي سامي. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. جسمك اشعر. نعم. حسيت بهتافات الجمهور، حسيت بالحميميه، حسيت بالمحبه. محبه كتير 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 كتير، وده فرحه لي كل يوم والله. جمهور المصري، الشعب المصري، القياده المصريه، هذا الالتفاف مع القضيه، مع الشعب، مع الناس، وترجمته بشكل حي سواء في الشارع وانت بتشوف الناس او في المدرجات وسط الهتافات. وقلت لي انه والدتك او امك بكت بالدموع من المشاهد في الاستاد، احكي لي. ايوه طبعا امي بتبكي كتير. نعم. يعني على كل حاجه. أيوة. كل حاجه بتبكي. ايوه بس في فرق بالبكا وبكا الفرح، فرح لابنك يعني اصلا اخواتي وابوي كمان. يعني سمعت قصص من الاستاد، انا كنت بالملعب طبعا عم بلعب، بس سمعت قصص من اصحابي اللي كانوا قاعدين مع اهلي انه مش بس كانوا يبكوا، يعني امي تبكي 90 دقيقه. نعم. من الفرحه من دي، يعني لما يغني الجمهور غنايه فلسطين دي كبيره كتير 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 لامي. كتير. ايوه وشايف ابوي كان يشوفني على الملعب يقول ده انا بتذكره ابني الصغير. الصغير هلا عم بجري 70,000 جمهور بالاستاد، يعني حاجه كبيره. حسيت ساعتها بالفخر، حسيت انه قد ايه الناس حباك، حسيت قد ايه المصريين معاك مع اخواتنا في فلسطين، حسيت قد ايه الشعب المصري وحبه ليكوا. بس خليني اقول لك حاجه، انا جاي نادي الاهلي. نعم. كلاعب كوره. ايوه ده فكرتي انا من اولها. نعم. انا جاي كلاعب كوره اعمل اجوال والعب كويس. كويس. اول ما حطيت رجلي تنتين في مصر حسيت حب غير شكل بريت الكوره. لإلي، لاهلي، الدعويات، وفي كل حته. يعني في الماتشات، الجمهور، في اي مطعم، اي مكان نروح فيه. حاجه يعني بتصيب القلب. انه بتصيب القلب. بتصيب والله. بتصيب القلب. وده يعني انا لما كانوا قاعدين اهلي معايا. نعم. روحوا دلوقتي، كانوا قاعدين معايا اسبوع. فين ما نروح العالم تدعي على فلسطين وتدعي لنا، تدعي لاهلي. يعني بتحس حب الناس بطريقه تانية. في كتير ناس بحبوك كلاعب كوره كويس ولا ما كويس. نعم. بس حب الناس لإلك ولشعبك ده احلى حاجه. عرفت قد ايه انتوا جوه قلب المصريين؟ ايوه يعني كل المصريين بلا استثناء، قيادة وشعب وناس وكل الناس، أكيد الشعور ده وصل لكم كلكم وسام. وصلنا. وأنا أحكيك الصراحة، أحكي لي. أنا وصلني أكتر من أنا متخيل والله. أنا عايش بأوروبا طول حياتي. نعم. فخور فلسطيني وعربي ومسلم وكل حاجات، بس مرات بحياتك لازم تشوف حاجة وتحس حاجة. نعم. لتعرف قيمتها وتعرف هي إيه. ودلوقتي أنا يعني فلسطيني وفخور فلسطيني وربنا يسترن، بس حب الناس لإلي ولشعبي ده عم بيكبرني انا اصلا. نعم. بطريقه كويسه وبطريقه محترمه. نفسك تزور فلسطين؟ ان شاء الله يا رب. يا رب. وعن قريب ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ربنا معاكم يا رب ان شاء الله وينصركم. وانا بس حبيت اوصل لكم المشاعر
مشاعرنا واصلة من زمان، والمشاعر دي واصلة لإخواتنا الأعزاء الفلسطينيين، وهذا هو دور مصر دائما وأبدا. عندي شوية أسرار وكواليس، والحقيقة هو صمم إن الحوار يبقى باللغة العربية، يعني لأنه حابب يتكلم بالعربي. بس قبل ما أخد معاك في الأسرار والكواليس، يعني أنت بتعرف تكتب عربي؟ صراحة أيوة. لا لقطني فيها. لا لا، ولا بقرأ ولا بكتب. ولا تقرأ ولا تكتب عربي؟ لا. طب بتكلمت عربي ازاي كويس؟ بص، أنا كل يوم من لما وصلت مصر أقول الحمد لله على أمي وأبويا. الله. أنا قاعد 25 سنة في الدنمارك. نعم. ده مش سر. أنت عمرك كم سنة دلوقتي؟ 25. حتم عمرك كله يعني؟ كله في الدنمارك. نعم. وفي سويد لما لعب في سويد. كويس. فأمي عندها حاجة واحدة بس، بالبيت بنكلم عربي لازم عربي. انا واخواتي التنتين صراحه اخواتي التنتين بيكتبوا وبيقروا عربي كويس. يعني انا اللي انا اللي غلط بتكلم كويس، بس بتكلم الحمد لله. من لما انضمامي الى نادي الاهلي تحسننا، يعني حسنت وبلشت اجرب اتعلم. فاحنا اصلا خليني اقول لك، لما كنت في الدنمارك كان كل احد في مدرسه عربيه نتعلم عربي ونقرا ونكتب. بس المشكله احنا كان كنت صغير، بس ماتشات واقول لبابا لا عايز اروح العب ماتش وعايز، فاخواتي راحوا انا ما رحتش. طيب خلينا نقول شويه اسرار كده حلوه. انتوا عارفين ان وسام بدا حياته حارس مرمى؟ صح صح، احكي لي. صح. لا، ولا صغير 5-6 سنين ايوه عايز العب كوره. انا بالجنينه كوره كوره كوره. حلو. فلعبنا كوره والمدرب قالنا خش على الجول. ماشي. حلو. خلاص. فلعبت يعني كم شهر، 6 شهور 4 شهور هيك حارس مرمى. 13 14 سنه ساعتها؟ لا دي 6-7 سنين. كويس. ايوه. فاجى يوم الوالد ابوي قال لي انت بلال، وطبعا ولد صغير يعني هو بيلعب كوره معاكم، كان بيلعب ومدرب وشوي انه معنا على جنب يعني. طب انا كحارس مرمى كنت اخد الكوره وازت قدامي واجري. حلو. انسى انه في حارس مرمى. ايوه بالظبط. ومرات اجيب الجول بحالي اصلا، الف واحطه بالجول. قال لي عندك احساس، انت بتحب تلعب اطلع العب. فسيبنا حراسه المرمى، سيبنا حراسه مرمى وصرت العب نص خط وسط. خط مش وسط. مهاجم. لا مش لا 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 لا. مهاجم دي لا لسه خدها. أيوة خطوه. أيوة. خطوه من الحراسه وصلنا لنص الملعب. لنص الملعب. وعلى فكره كنت كويس. كنت كويس. كنت كويس. بس كنت اوفنسيف كتير يعني، كنت هجومي. هجومي كتير. فلما كبرنا شويه ونفهم الكوره اكتر 13 14 سنه صرت العب وينج شمال ووينج يمين. برضه مش راس حربه. مش سترايك. لا كويس. كنت قصير كتير. كنت قصير. لا والله كنت قصير والله. فلعبت وينج ورقم 10 والحاجات دي يعني كان عمري 17 سنه 16 سنه. كويس. طولت كتير كده. فبلشت العب راس حربه هيك ومن يومي ده خلاص. خلاص بقيت راس حربه. بقيت راس حربه. طيب نقول سر تاني؟ أنا بس ما تكترش علينا. لا لا يعني خلاص. لا لا حاجات صغيرة أنا عمال أذاكر بس يا عم وسام. اتفضل اتفضل. الوالد ما كانش عايزك تلعب كورة. لا. السر ده سر كبير على فكرة. يلا احكي لي. الوالد كان كويس كتير في الكاراتيه والتايكواندو. كاراتيه وتايكواندو. كاراتيه وتايكواندو. أيوه بالظبط. ضرب بقى. فلما أنا بلشت يعني كل عنده أطفال عايز إنه يتحركوا ويعملوا أي رياضة أي حاجة. حصلت الخناقة مع الوالدة. أيوة. أيوة. وانت قلتها. هو اجى للوالدة لماما وقال انا عايز وسام يروح معاي مرة يعمل كاراتيه. هو الوالد بيلعب تايكوندو وكاراتيه وبطل. ايوة. نعم. جدع. يعني جدع. فقالت ماما لا. مش هيصير. نو. مش عايز بالظبط. نو. مش عايزة انه ولد الصغير يتعور. خافت عليك يعني. قلب الام. قلب الام. فالمشكلة لعبنا كورة وتصوبنا أكتر. إجت يعني إجت. بقت الإصابات أكتر. أيوة. بس الحمد لله الحمد لله أحسن دلوقتي. مين دوره أكتر؟ مين دوره أهم في حياتك؟ الوالد ولا الوالدة؟ بص التنتين عندهم دور كبير بس في حد يعني أنا أقول لك سر. أنا مثلا عندي في البيت والدة مصطفى لها دور أكبر عكس ما الناس كلها متخيلة. مع أوفا. أنت احكي لي.
انا في حياتي ايوه كبريت البيت 100% ابوي بره البيت 100% الوالد بره البيت الوالد حلو. عشان انا الولد الوحيد انت اخواتك بنات اخواتي التنتين بنات بنسميك بقى في مصر ديك البرابر ايوه مش هتعرف انت اللي انت عايز تقوله ماشي يلا قول يلا انت عندك اختين بنات حلو. وانا الوحيد ماشي متدلع متدلع جدا قوي كتير يلا كويس الله يرحم من اخواته لابوي استشهدوا زمان ايام حرب المخيمات استشهدوا عندكم يعني الرصيد أيوة. يسمح يعني بالظبط فانا يعني مش بس هو مش بس ابويا هو صاحبي صديقي الله ورأيكت يعني احنا كده فهو صاحبي بالكوره بالحياه بكل شيء بس بالبيت ماما كل حاجه ماما كله فروم اي تو زي لو في بعد الزي كمان بالظبط انا عايزك توصف لي اللقطه دي لانه دي لقطه مهمه جدا انه دول اخواتك ووالدتك ووالدك عمتك كانت موجوده لا مع انها هي اللي في مصر يا وسام حد يسيبها في البيت والله كانت عندي لما كانوا اهلي هون في مصر كانت عندنا في البيت كل يوم الحمد لله بس تذاكر حتى انتوا مش لقيت تذاكر والله هنا الوالده بتبكي الفرحه انت يعني هل كنت واثق الى هذه الدرجه في المكسب انك تجيب العيله كلها النهائي صعب الترجي فريق صعب التعادل هناك 0-0 النتيجه مش مضمونه ازاي خدت الريسك ده بص خليني اقول لك حاجه مهمه يلا ده بالنسبه لي مش ريسك ده بالنسبه لي فرحه كسبنا ولا لا قدر الله خسرنا ده مش ريسك انا مش هادخل الملعب ده ماتش كبير قد ماتش الترجي ومش يكونوا قاعدين اغلى ناس في حياتي اغلى ناس في حياتي ايوه والصراحه اللقطه دي انا لما شفت الفيديو بعد الماتش انا مش شايف الكاميرات ولا شيء يعني سلمت على اهلي دي بالنسبه لي احلى لقطه بحياتي اللقطه هنا سبحان الله ابوي كان قايل لاخواتي التنتين ان شاء الله يا رب يكسبوا ووسام يلبسني الميدالية بس الله وقال لاختي الصغيره لما كانوا في الاستاد قال لها يا ريت يعني اذا تصورنا بس امسك الكاس عشان انا دي اول مره بكسب اي حاجه كبير في حياتي وانا ما قالت لي اختي ما قالت ليش الكلام ده بس انا عملته ده كله من حالي لبسته الميدالية الصور كلها ومسك الكاس وانت بتعرف ابنك ايوه بتشوف وجهه بتعرف هو فرحان زعلان طبعا. لا طبعا انا كل ما افتح الفيديو الصور بشوف ابويا بعرف دي اكتر فرحه بحياته اكتر فرحه بحياته عشان كلنا مع بعض العيله كلها كنت متخيل وانت جاي النادي الاهلي توقع للنادي الاهلي ان ده ممكن يحصل الصراحه لا يعني كنت كل يوم اقول ان شاء الله وامي تدعي لي كل يوم كلاعب كره عايز تكسب كل حاجه قدامك تكسبها بس انسى المكسب ده اللي شفته انا دلوقتي ده المكسب بالحياه ده المكسب بالحياه يعني اللي انا مجربه في حياتي انا برضه 25 سنه صغير يعني شويه بالسن بس انا واهلي مع بعضنا في الدنمارك لحالنا مفيش يعني أهل. احنا الخمسه وبس بس النهارده عندك 100 مليون اهل وانت قلت واكتر مع شعبنا فلسطين ده الفيديو ده لما انا اشوفه يعني بقول لك ده من احلى مكسب واحلى اي فرحه تكسبها انت تروفي اي شيء اي جول تجيبه ده عندي انا ده الغالي ده اعظم جول مش جول ده كاس العالم ده كاس العالم والله وادي الكوفيه الفلسطينيه الشهيره ايوه وادي الاسره بالكامل وانت ملبسهم زي النادي الاهلي البنطلون الابيض والتيشيرت الاحمر بس عايز اتكلم شويه عن الوالده لانه واضح انه كمان دعواتها كل ماتش بتكلمها دعاء امي احكي لي الحوار ليله المباراه بينك وبين الوالده امي يا ريت تخلي الكاميرا شويه معانا لا بس امي بتخاف كتير بتخاف يعني انا لا دلوقتي مش عارف كيف قعدت 90 دقيقه بالاستاد على ماتش نهائي 70 ألف زي عندي بالظبط نفس القصه
لما ألعب كنت ماتشات بالدنمارك السويد يكون في 5000 ده أكتر حاجة. أيوة أمي توقف وتخش الحمام مش عايزة تخش الحمام تطلع العربية بتروح الملعب. كانت بتروح الملعب بتروح الملعب تتفرجش على الماتش تقدرش بعد الإصابات وبعد الحاجات اللي يعني قلب الأم قلب الأم. بس الوقت كله اللي ما عم تتفرج على الماتش قاعدة تدعيلي في الماتش الترجي أي ماتش أي مباراة أي مباراة أي حاجة تدعيلي. في لقطتين لقطة يلا. في ماما ولقطة في بابا دي بتواجهك ازاي ماما وازاي بابا وريني. ماما كل يوم قبل الماتش يعني يوم قبل الماتش تبعت لي هيك مسج طويل. ايوه تقول لك ايه بقى يعني تقريبا 90% المشكله يا جماعه ان المسج بالدنمارك يعني مش بالعربي فما عرفناش نحطها بس يعني اتفضل قلت صح. ايوه فبتبعت لي مسج لا قول لي بتقول لك ايه 90% نفس الكلام كل مره اللي هو ربنا معاك ايوه وحدعي لك والعب لعبك وتذكر انك انت تكون مبسوط العب زي كانك عمرك 5 سنين بس عايز اشوف الفرحه وكده وكده يعني دعوات الام عم تدعين لي عم بتقول لي ايوه. خلينا نروح عند بابا ايوه بابا حاجات تانية ديفرنت بقى بفكر حاله مدير فني والله مدير فني والله بفكر حاله مدير فني كابتن ابو علي كابتن ابو علي ايوه ايوه كابتن ابو علي قبل الماتش حاولوا تجيبوا لنا الكابتن ابو علي على التليفون في السيجمنت اللي جاي اتفضل أيوة. نعم قبل الماتش بيكون هو قبل بساعه انا ببعت له صور لما نكون بالاوتوبيس او اي حاجه تبعت ايوه رايحين الماتش خلاص حلو كله بدعي لي بالجروب عندنا على الواتساب حلو اخواتي ان شاء الله تكسب جول ابوي بتشوف عم بكتب وعم بكتب وعم بكتب اخر شيء بيوصل لك مسج بكتبش بسرعه يعني مسج نفس ايوه شوت او اجري كده وتربل اضغط وكون اجريسيف ويعني بقول له يا بابا يا حبيبي والله انت فوق دماغي وبحبك كتير بس يعني اذا بدك تبعت المسج دي ابعتها الكولر بالظبط ده اول حاجه ايوه ثاني حاجه غير شويه فيها مرات ما بيغيرش ما بيغيرش كل مره شوت واضغط ورقص بقول له مرات بقول له طب بابا انا عملت زي المسج وعملت ماتش كويس طب ماتش اللي بعديه ما كنتش كويس ايوه غير لا هي نفس الرساله هي واخواتي تنتين بتضحكوا يعني دول الاربع مسجات نفس الشيء قبل كل ماتش من الوالده دعاء من الوالده من دعاء من الاخوات مؤازره ايوه من الاب تكتيك كوره ايوه وبعدين اخواتي مؤازره كمان مره ايوه تاني كمان على ابويا والله طب قول لي بقى يعني كولر عرف طباعك من بدري يعني ما هو تقريبا انتوا نفس ال يعني العادات نفس الاجواء اللي انتوا كنتوا عايشين فيها وانت داخل كنت خايف شويه من استقبال كولر من طريقته او الصراحه أيوة. انا ما كلمتوش قبل ما اجي خالص انا كلمته على طريق النادي اذا فيك تقول لما كلمت كابتن امير توفيق وقال لي يعني انه كولر حبك عايزك كده وكده بس انا ما كنتش مفكر خايف من شيء ولا انا كنت فرحان بس فرحان يعني يا ريت حدا يطلع المسجات بيني وبين النادي السويدي اللي كنت فيه انت هتطلعها وهنترجمها كمان شويه ان شاء الله نعم الضغط اللي انا حطيته على النادي لاوصل نادي الاهلي على النادي هناك على النادي هناك النادي كان رافض ان انت تمشي انا كنت ماضي 4 سنين ونص كويس كان لسه دي اول سنه كان لسه اول 3 شهور نعم انا انضميت في شهر 7 نادي سيريوس اسمه سيريوس نعم شهر 7 انضميت وخلص الموسم شهر 11 وبعديها بلشنا نادي الاهلي وكده وكده يعني كان بعد معايا 4 سنين وشهرين في العقد بس اني عملوا فلوس كويس اني اشتروني مبلغ كبير للنادي ايوه نا. للنادي في السويد مبلغ كبير نعم وبرضه اني اشتروني في يعني ولا حاجه من الدنمارك نعم يعني ولا حاجه مبلغ قليل جدا قليل يعني في 3 شهور تعمل بيزنس كويس كسبوا مكسب كبير نعم وده اللي انا استخدمته عليه يعني ايوه ضغطت عليهم والله كان في 4-5 نوادي فعلا كان في نادي من هولندا كبير ايوه كان نادي اوتريكت اوتريخت الهولندي نعم كان عامل عرض موازي أيوة للنادي الاهلي تقريبا ايوه قريب في الرقم يعني قريب واخره يعني قريب قوي كمان بس ويشهد امير توفيق نعم
اول ما كلمت امير توفيق انا كنت في اجازه. ايوه كنت مسافر مع اصحابي. كويس. كلمني اتصلت بابوي قلت له نادي الاهلي كده كده. قال لي يعني كله بعرف نادي كبير وفرصه لك حلوه بس اعمل اللي انت عايزه. جات كلمت امير توفيق قلت له هتصل بوكيلي. هو كان مكلم وكيلي اللي هو معاك دلوقتي حمزه لا ولا كان حد تاني؟ ايوه الدنمارك. وكيل الكوره يعني. نعم. قلت له احنا هنمشي مع الاهلي. دي امتى؟ دي قبل ما يفتح المشترى يعني. دي شهر شهر 11. ايوه. ومن لما شهر 11 واحنا نضغط ونضغط ونضغط فالحمد لله ربنا معانا وقاعدين هنا دلوقتي مع الكابتن شوبير. ده انت منورنا حبيب. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع الفدائي وسام ابو علي. وسام تعمدنا نركب الصورة بتاعت هدف مازيمبي لقد يكون الأغلى في حياتك. هتقولي دلوقتي أغلى الأهداف مع التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وانت بتسجل جون بتسجل هدف غالي. أعتقد من أغلى الأهداف وأعتقد كمان الإحساس العام للتضامن اللي موجود مع القضية الفلسطينية وعلى رأسه مصر الحمد لله بيدي لك دفعات كبيرة يا وسام والهدف ده كان من أغلى الأهداف. أيوة أكيد طبعا. نعم. طبعا ككورة بس أغلى هدف في موسمي يعني في حياتي. بس أحكيك صراحة أهداف كل اللي بجيبها الإجوال الحمد لله طبعا كل انغالين. وأحلى حاجات لما حدا يبعت لي فيديو أشوف فيديوهات. جابوا تليفونك تليفون كل حاجة فيديوهات من فلسطيني بيكونوا قاعدين في ماتش مازيمبي في فيديو جميل هيك خيمة فلسطينية شاشة صغيرة تحفة تحفة قاعدين على بعده أول ما إجا جولي وسام يعني أنا اللي قاعد هون وسام 25 سنة والكورة حياتي وأنا عم بعمل اللي بحبه أكتر شيء بالدنيا كلها فرحت الناس هدول اللي ما عندنش فرحه بحياتي دلوقتي. نعم جميل احلى من 100 جول واحلى من يعني وده احكيك صراحه ده ما كنتش عارفه قبل ما اجي النادي الاهلي. كنت اجيب جول بالسويد وبالدنمارك بعرفش انا في اوروبا واحنا كلنا بنعرف مش احكي بالسياسي واكلم بالسياسي بس كلنا بنعرف النظره على الموضوع كله. نعم باوروبا غير وهون غير. نعم يعني في فرق بالطريقه اللي احنا من هون مصر الشعب المسلم العربي العيون اللي احنا بنشوف الموضوع فيه. نعم. وفي اوروبا حاجه تانية. نعم فلما انا وصلت لهون وزي ما قلت لك قبل شويه فلسطين كمان كبرت عندي انا الله وانا افرح الناس دول اللي في عندنش فرحه بحياتهم دلوقتي وربنا يسترن ويفرحن خلاص ده احلى حاجه يعني ما فيش اقول شيء. قول لي انا يعني من ساعه ما شفتك انا عايز اسالك ايوه ايه دي؟ دي احتفال جاني كده في سويد كنا عم نلعب ماتش خسرانين 2-0 دقيقه 91 وكنا يعني احنا مش ماشيين كويس فجبت جول بدقيقة 92 ودقيقة 95 ياه ولعيب تاني في فرقتي جاب جول 3-2 دقيقة 97 فالتلات جوال بأربع دقايق وأنا لما جبت أول جول كنت أعمل كده
للحكم عشان في بعد وقت. فجبت جول الثاني بعد بدايتين ونفس نفس الشيء. فبعد الماتش كنا عم نحتفل مع الجمهور وكله كان يقول ده معناته وقت وسام. اوكي. يعني وقت الضايع كان وقت وسام. فصرت كل ما اجيب جول كنت اعمل وقت وسام. بالانجليزي بيقولوا ويست تايم. ويست تايم. نعم. مشت معايا واحتفال انا حلو يعني. حلو طبعا ومعلم مع الناس بشكل جيد. ايوه مش رقصه ولا هي خلاص كده وبس. بس وسام ما بقاش الوقت الضايع دلوقتي بقى الوقت الاصلي. ايوه بالظبط. نعم. وانت قلت يعني. الحمد لله يعني انا اصلا لما اتصور مع الناس لما حدا يقابلني برا واتصور معاهن بقوله خلينا نتصور بالاحتفال. ده حاجه بتفرحني انا. بتساعدك. ايوه طبعا. انه ده بجد بعرفني انا. طيب جميل وسام وانت بتقولي في اوروبا يعني اللي بيشوفك 5000 7000 عدد قليل لكن النهارده بتلعب ماتشات فيها 60000 و70000 متفرج. وانت هناك كنت عارف النادي الاهلي؟ كان شهره النادي الاهلي موجوده هناك؟ تابعت شويه؟ طبيعي انك مع دوري دنماركي او دوري سويدي الدنيا بتبقى شويه صعبه او محدوده لانك لما حكيت لبيك اللي هو ابوك اللي هو يور فادر يعني فقال لك النادي الاهلي توكل على الله. هل كان عندك معرفه بالنادي الاهلي؟ انا بعرف الكوره وبعرف نادي الاهلي من كاس عالم الانديه. نعم. والحاجات لعبوا ماتش مع ريال مدريد من سنتين والحاجات دي. ايوه. بس عشان جاوب على سؤالك اللي انت قلته اوله كبر نادي الاهلي. ايوه. والجمهور والحياه اللي بيكون بيعرف نادي الاهلي بريت مصر. نعم. تعال جرب جوه بقى. جوه نعم. مصر. نعم. وكون لعيب في نادي الاهلي حته تانية يعني. حتة ده تانية. انا اول يوم اول مره خرجت لحالي بمصر. أيوة. اول مره كنت قاعد بفندق يعني اول اسبوع معناه وقالوا لي تخرجش هنجيب لك عربيه توصلك على التمرين. طب انا قلت لي ان ما اسرع لي امشي الفندق كان جنب النادي. قالوا لي لا انا مش عارف ليه يعني خلاص كل لفي وبوظ على التمرين. فكان في هيك الساعه 8 ليله عايز اكل شوكولاته. والله كنت عايز اكل شوكولاته فقس يعني خلاص في دماغك. أيوة. طقت في دماغك. ايوه نزلت الفندق لفيت هيك على اليمين ده تاني يوم انا في مصر. عم بشتري شوكولاته لفيت هيك حواليا 40 50 واحد لسه ما لعبتش لسه ما ظهرتش في التلفزيون. ده كان قبل ما كنت ماضي العقد اصلا كمان. ايوه ده قبل عشان كنت عملت الحاجات كلها قبل. وانا لف كده ودغري اتصلت بامي وقلت لها ماما الحياه ايه ده يعني. ومن اول يوم لدلوقتي يعني الحمد لله عملنا كويس وكبرنا انا بحب انشهر اذا بعمل كويس. عشان ده بيكون شهره حقيقيا. نعم. وانت عم تشتغل لحاجه حاجات اللي عم تجيك. حسيت ان اللعب في النادي الاهلي صعب بقى لما نزلت التمرين وشفت المنافسه موديست كهربا عدد كبير جدا من اللعيبه وصراع وتنافس وبطولات حسيت ان الدنيا صعبه؟ انا يعني كانت صعبه طبعا. نعم. انا نقلت من اوروبا لافريقيا لا يعني غيرت بلد اول مره في حياتي. نعم. معيش اهلي معيش حد. ما كنتش جيت مصر يعني. خالص قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ لا انا جيت مصر اخر مره لما كان عمري 3 سنين. كزياره. نعم. فانا لما جيت الاهلي وبلشت اتمرن واتدرب والعب يعني ماتشات انديه كانوا لعيبه المنتخب شو اسمه كاس افريقيا. نعم. فكان في 10 11 لعيبه ما كانوش هنا. الشناوي كهربا عبد المنعم ده زمان لا دلوقتي. دلوقتي لما جيت انا كانوا عم بيلعبوا ب كاس افريقيا. ايوه بالظبط افريقيا في يناير. ايوه نعم. فكان في ناشئين كتير معانا ورحنا معسكر الامارات في الامارات. فده سهلت الدنيا شويه. نعم. انه واحده واحده ما دخلتش مع الجو كله بمره واحده يعني فتعودت شوي بس لا دلوقتي اصلا الحياه مرات بتكون صعبه عشان الكورة كورة. أنا كان عندي أول حاجة لغة. يعني أنا أول مرة بعمل شغلي وبكلم عربي. أيوه. بنفس الوقت. أنت تجيد الإنجليزية والدنماركية. أنا أيوه أنا أكتر شيء الدنماركية يعني ده اللي خلقان بيه ولعب كورة في الدنمارك. فالكورة والكلام. بعديها الكورة والكورة التكتيكي يعني. نعم. هو بنضغط إزاي؟
طب بره بنضغط طريقه تانية. ايوه وعشان انا كلاعب كوره نفس اللاعب هون وبره فكانت في حاجات كتير كفرقه كأنا اخش فرقه جديده اصعب من حاجات من جربها. حسيت انه في فرق بين الكوره في مصر والكوره في اوروبا؟ ايوه في فرق بس انا الحمد لله انا لعيب بتعود على الجو هنا اصعب ولا هناك اصعب؟ في يعني في ماتشات هنا يعني ماتشات افريقيا وماتشات الكبار وماتشات الكبار في الدوري اصعب هنا وانا عشان اقول لك انا مش جاي من اكبر النوادي في اوروبا يعني انا كنت العب في الدوري الدنماركي احترام كله للدوري الدنماركي والسويدي بس مش الدوري الالماني مش بالزبط. الدوري الانجليزي مش الدوري الاسباني بس في حته هناك اصعب انه فيزيكال اكتر يعني صحيح والتكتيك كتير يعني منظم و يعني حاجات دي بس في مصر طبعا يعني لما نلعب افريقيا ونلعب يعني ده يعني ماتش الترجي ماتش مازيمبي لسه هحكي لك على هحكي لك على الترجي ومازيمبي لكن تعال نروح للكوتش الجديد بتاعك بقى البابا كابتن ابو علي. مساء الخير يا كابتن ازاي حضرتك؟ مساء النور حبيبنا مساء النور حبيبي ضحك على طول يعني بص حضرتك الابتسامه على وشه عامله ازاي بتتفرج علينا الاول ولا لا؟ لا والله ما قادر ما في مجال والله معلش حضرتك اكيد بره قاعد السياره وحمل التليفون بايدي هو قال لي ان انتوا عندكم فرح ايوه بالظبط دايما دايما يا رب ان شاء الله يسعدكم ويسعد العرب ويسعد الفلسطينيين يا رب ان شاء الله دلوقتي وسام قال اسرارك كلها وقال ان انت قبل المباريات بتفضل تكتب له في التكتيك اضغط شوط ارجع ورا راوغ وتفضل تكلمه وكل ماتش تبعت له نفس التكتيك ويقول لك غير يا البابا وما بتغيرش برضه مظبوط كلام سليم طب هتفضل انت طب دلوقتي عنده كولر المدرب هتعمل مشكله مع كولر كده يا بابا يا الله يا الله هي القصه ايوه اخوي انا بعمل شغلي انه يعني الواحد الابو لما يخبر ابنه شغله أيوة. خليه ياخد منه 10% بكون انا مرتاح وبياخد منك كم في الميه بقى بتطور باخد له يمكن 7.5 مرات في راحه أيوة. مين اللي اعصابه بتبقى بايظه اكتر انت ولا والدته؟ بتصور يعني حسب ما انا بشوف والدته انت بتعرف تمسك نفسك شويه يعني بجرب مرات ايوه يعني انا عندي ثقه فيه صراحه كبيره قوي يعني زي ما بقولوا لما جاله عرض النادي الاهلي قلت له ما تفكرش انا صراحه يعني انا يعني من الناس المغرمين يعني بالنادي الاهلي من زمان مع انه في اخر مده انا كتير بتابع هون يعني الكوره الاوروبيه بس انا من زمان بحب النادي الاهلي بتذكر لما كنا صغار كانوا يقعدوا يجمعوا على الراديو لما بدهم يلعب الاهلي والزمالك ونشوف الكبار قاعدين ومتحمسين ويعني اعصاب بايظه على الاخر على ايام لبنان ايام المخيم وهيك شغلات يعني عرفت كيف مشان هيك انا يعني اجمالا يعني الفوتبول المصري كله له مكانه خاصه يعني عندنا وانت في استاد القاهره في النهائي امام الترجي ومعاك الاسره بالكامل كان عندك ثقه انه الاهلي هيكسب كان نفسك انه وسام يسجل هدف كثير مش شوي كمان مش انا كمان اكثر امه كمان يعني اللي كان انا صراحه عندي ثقه كبيره بوسام يمكن هلا هاي المباراه كانت شوي لانه هو بعد جديد يعني على الجو العام بالدوري المصري وعلى الجو العام بافريقيا بس انا بامن يعني هو انا يعني مش بامن لانه ابني انا بعرف انه هو عنده قدرات كثير كبيره ومع الوقت ان شاء الله ان شاء الله يعني مش عم بحكي انا مش عم بحكي لاعمل دعايه لابني يعني او اعمل دعايه لوسام مع الوقت يعني حتشوفوا شغلات انا متاكد منها هاي 100% طيب اكثر من الرجال يعني بكثير بكثير السر اللي تقوله لنا على وسام اللي ما حدش يعرفه اوف السر اللي اقوله على وسام ما حدش يعرفه ما تقولش اسرار الكبيره ها بالاسرار بالفوتبول يعني ولا اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي انت عايزه يا بفوت الحمام 3 مرات في اليوم بتحمم 3 مرات في النهار والله تحب بستحمى كل ما كنت قاعد الاهلي بستحمى كتير ويقولوا لي احنا عم ندفع حق الميه ادي بالك جايه الميه نكهه حابب تقول ايه للوالد يا وسام اتفضل
اقول له ان شاء الله ان شاء الله انبسطت في مصر هنا. بقول له ان شاء الله انبسطت كتير في مصر، وانا يعني انبسطت كتير ان انتوا كنتوا هون معانا في النهائي، وروح ارجع ارقص بالفرح. انا بتمنى منك يا بابا حبيبي ان شاء الله ترفع راسك وترفع راسك وتبيض وجهك امام فريق الاهلي قدام الدنيا كلياتها ان شاء الله. يعني ونحن فرحتنا بناس بروح مصر كانت كتير كتير كتير. تنور الحمد لله رب العالمين. تنور يعني بلدك دايما يا رب ان شاء الله. موجود بايدين امين. نعم نورتنا وشرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. تعال بقى نروح يا وسام للمباريات والصعوبة. يعني البداية أول مباراة كانت بلدية المحلة. أيوه. تسجل هدفين. أيوه. توقعت البداية الرائعة دي وتوقعت أنه ربنا يوفقك تسجل هدفين وتكسب ثقة الجمهور بسرعة؟ أنا سبحان الله أول ما جيت هون كان إلي سنة وشهر شهرين. نعم. ما تصوتش Yeah. في الدنمارك في السويد الحمد لله يعني. فجيت على نادي الاهلي ورحنا على الامارات معسكرات وكده. الحمد لله حسيت حالي كويس ودخل الفرقه كويس والراجل عم باخد ثقه فيه، وكنت بعد ما لعب ماتشات لعب بس ماتشات ودي. فاول ماتش كان ماتش بجزائر شباب بلوزداد. ايوه وتصوبت قبله صوبت قبليه. نعم. وانا زعلت كتير 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 كتير، والعالم يقول لي وسام هدي بالك هتلعب. هو اتصاب. ايوه. نعم. فقبل المحله كنت عايز اطلع كل حاجه بقلبي يعني كل الغل بقى جيب 20 جول وبيت اسيست واجري فسبحان الله ربنا كرمني بجول بعد باربع دقائق. نعم. وده سهل لك الحياه الدنيا. يعني خلاص كنت اجري بسمع على وجهي يعني كنت مبسوط خلاص. نعم. الحمد لله ده كان كويس الي ولا يعني لانضمامي لنادي الاهلي وللبدايه. حسيت ان البدايه موفقه. ايوه كتير. في ماتش زد مباراه قافله تماما وصلنا للوقت بدل الضايع وكنت احتياطي ونزلت وسجلت الهدف، يعني بيبقى هدف غالي شوية وهدف برضو صعب لأنه يدوب الكرة من مودست ليك لهدف. أيوة. بسرعة كان بيمثلك إيه الهدف ده؟ بس أنا كنت مصاب قبليها في ماتشين والحمد لله رجعت سليم مظبوط، ونزلت ماتش قبل ماتش زد نزلت وكنا كسبانين 2-1 وضيعنا نقطة ويعني ماتش إمبي ايوه. نعم. وضيعت فرصه انا يعني كبيره شوي. نعم. ويعني كنت قلقان اول ماتش واعمل كده لا، فانا كنت عارف كده كده مش هابدا الماتش زد عشان دوبني راجع من اصابه كمان. فلما شفت الماتش قافل وما جبناش جول وكان عندنا فرص يعني قلنا يا رب ربنا نكرمنا ننزل يعني نجيب جول، اهم حاجه نكسب. فبتذكر اول كوره لمستها بالماتش لما نزلت دقيقه 70 وكده عمر كمال. نعم. عمل لي كروس من اليمين مظبوط وطلعت عالي بدماغي وحطيتها والحارس صد كويس. نعم. اول ما سبت الكوره بدماغي وما دخلتش جول قلت لنفسي انا هجيب جول النهارده حاسس حتى يعني ان احساس اولى ما دخلتش. احساس. نعم. فجول غالي ووقت الضايع ويعني الاحتفال طلع يعني الحمد لله. نعم. الحمد لله. التنافس مع مودست مع كهربا شايفه عامل ازاي؟ ايمن التنافس التشالنج كومبيتيشنز. بص انا عندي حاجه واحده بس اللي احترام لكهربا ولمودست. نعم. يعني وانا كل يوم ببص عليهم في حاجات بتعلم مني لا دلوقتي اتعلم منهم. ايوه وهعملها. نعم. دي كل حياتي في اي نادي بلعب فيه في اي مهاجم حدي. نعم. هتعلم من زميلي. اول حاجه محترمين كتير محترمين كتير كتير. نعم. كتير. وقبل الماتشات لما انا اكون العب وهن على الدكه بيساعدوني كتير فعلا كتير. كهربا بيساعدني كتير بيقول لي انزل اطلع كده وكده فاهم. فعلا ده بجد ولا انت بتتكلم؟ لا والله. والله قبل ما اطلع كل ما اخرج اوضه اللبس احنا نازلين النفق طالعين على الملعب كهربا بيقول لي ان شاء الله ربنا يكرمك جول. مرات بيقول لي حاسس هتجيب جول. بس التنافس قلت اسم التنافس. ايوه التشالنج. يعني هو الراجل بيحط ال11 اللي هيلعب الراجل انا هعمل اللي عليا. نعم. وهن يعملوا اللي عليهم والراجل ينقي يعني انا هاجري وهضغط وهجرب اجيب. نعم. جول والعب مع زمايلي اذا الراجل قعدني على الدكه بعد ماتشين وحشين ده حقه. انا عايز لما ارجع انزل هورجيه.
وده كلام انا قلته في مقابلي اول ما جيت مصر. نعم. قلت الراجل هيلاعب. نعم. واذا انا مش لاعب هعمل كل حاجه بايدي لألعب. هل حاسس انه مودست مظلوم؟ مودست ما طلعش كل اللي جواه، عنده امكانيات اكتر من كده، الظروف ظلمته، ولا هو ده اللي موجود ما قدرش على اكتر من كده؟ مودست اول حاجه. أيوة. من اكتر لعيبه محبوبه في اوضه اللبس. مودست مودست جميل جميل، وانا بكلم كتير معاه عشان بكلم انجليزي كمان. نعم. وده صاحبي واخويا ويعني راجل معاه اللي لعب كوره طبعا يعني كتير، بروسيا دورتموند بالظبط وكله عارف، بس الكوره كمان إلى نصيب. وهو زي ما انا جيت من اوروبا لهنا انا بكلم عربي، انا عندي اهل في مصر، انا مسلم، انا احنا ما عندناش في مصر مسلم ومسيحي يعني. أيوة خاصه. أيوة يعني دي الحمد لله في مصر كله بس تمام، بس في اوروبا يعني. عندك الفرق. نعم. فهو الحياه اصلا انا بفتكر زي جاي من اوروبا. نعم. تيجي على مصر وبتكلمش عربي مشكله شويه صعبه. نعم. بس انا بنظري الماتشات اللي لعبها هو والله والله جاي من هنا. نعم. عمل ماتشات كويسه. مم. يعني هو طبعا كبر بالسن. وكله عارف وهو عارف. نعم. كبر بالسن. بس كل يوم يعني بيجرب وبتدرب وعامل ماتشات كويسه، عامل اسيستات مهمه. بفتكر واحده في وين في غانا عمل اسيست لحسين الشحات، وده اسيست زد ليك هنا. نعم. لي هو اللي عمل اسيست كويس ل هدف الفوز في البلديه لسوليا. نعم. في سيمبا ماتش سيمبا هنا سيمبا. نعم. عمل اسيست كويس، هو بيجرب هو بحاول، احنا كلنا كده. يعني انا لما العب ماتش مش هجرب العب وحش ولا العب كويس. نعم. انا اعمل كل اللي في قلبي وربنا يكرمني. نعم. بس مظلوم يعني ده مش انا اقول لك مظلوم ولا مش مظلوم، انا مش هكلم بالتفصيل ده، بس انت بتحبه. انا بحبه. انا فيش حدا في النادي الاهلي بحبوش. ما فيش حدا بتحبه. لا دلوقتي لا، انا الي هون اربع شهور الحمد لله كله كله كويس معاي وكله بيحترمني وانا بحترم الكل. شفت كولر ازاي؟ مدير فني كويس. مدير فني كويس. مدير فني كويس. انا شفت كولر جدا لما وصلنا على ماتشات النهائيه في افريقيا. في افريقيا. في افريقيا عنده احساس ازاي نلعب الماتشات قبل النهائي. الماتشات في الدوري. التشكيل، التمارين. مدير فني كويس. وراجل محترم. محترم راجل جدا. راجل محترم. ايوه. اهم ما يميزه ايه؟ هل الانضباط؟ هل النظام؟ هل التكتيك؟ هل كل الحاجات دي مع بعض؟ انا عندي اللي انا حاسسه الطريقه اللي هو النظام عنده. النظام. بس احترامه للكوره. هو راجل انا بحس انه بيحترم الكوره كتير. بيحترم الفرقه والفرقه اللي معاه، احنا كلنا فرقه، اللي انا بقوله نفذوه. نعم. عشان ده اللي انا عم بعملكوا اياه. نعم. ده اغلى حاجه عندي. اكتر مره كان غاضب كولر كان امتى؟ مش انا غاضب. فيري نيرفز. يمكن ماتش مازيمبي هنا اللي هو كسبناه 3-0. ايوه. ده كان اكتر مره مش مبسوط. لا لا بعد الماتش قصدك؟ لا في يعني بعد المباراه كان متضايق، كان عصبي. كان حزين. يمكن ماتش ال انبي 2-2. انبي 2-2. ده ما كانش. يمكن بفتكر كمان كان في ماتش خسرنا 4-3 البنك الاهلي. ايوه انا كنت مصاب. بس بفتكر ده، بس انا بتذكر ماتش انبي. ما كانش، بس كانش في حدا مبسوط يعني. تعرف انت كلاعب كوره الاحساس يعني كنا لازم نكسب. صحيح. وبدخل للراجل عارف انك لا كنا كسبانين وضيعنا باخر دقيقه. نعم. احنا نادي الاهلي، احنا ما بنعملش حاجات دي. فالماتش ده لا مش ماتش مازيمبي. لا مش مازيمبي يعني. انت ممكن انا بس ما اعرفش اوصل لك صح. طب خليني برضو اسالك على الدوري العام. في البعض بيقول ان الاهلي خلاص خد بطوله افريقيا، فهتبقى بطوله الدوري بالنسبه له مش مهمه. خلاص الاهلي اتاهل لبطوله افريقيا اللي جايه، راح كاس العالم للانديه وكل شيء تمام. ده بالنسبه لي اللي بيفكر بالطريقه ده طريقه وحشه. طريقه وحشه بالنسبه لي. نعم. انا مش عارف العالم والناس بتكلم بايه. انا بقراش بشوفش. بس انا كلاعب كوره. نعم. طب ده شغلي.
ايوه انا بنزلش ماتش بقول اكسب ولا ما اكسب، كسبنا افريقيا لا كسبنا افريقيا وخلصنا افريقيا نعم والحمد لله تأهلنا للسنه الجايه وفي كاس العالم انديه نعم، بس دلوقتي قدامنا فيه نكسب ايه دوري الدوري الراجل بيقولنا كل مره قبل ماتشات الدوري بالتسخين وكده بيجي بيقولنا الدوري اهم حاجه عندنا كل مره كل فيش ماتش انا من لما وصلت على النادي الاهلي بيقولنا الدوري اهم حاجه وانا بفهم ليش والطريقه اللي بقولها عشان انت الدوري طب اكسب افريقيا مش مشكله بس بدك تخسر الدوري عندك ببلدك لا صعب فكاش تكون بطل افريقيا وتخسر صحيح. بلدك يعني انتوا دلوقتي بداتوا تركزوا على الدوري العام اكيد واحنا قلنا اخر يعني مبين على النتائج كمان قلنا مركزين كويس اربع مباريات متتاليه الحمد لله يعني عندك سبع مباريات مؤجله لازم تكسبهم عشان بطوله الدوري العام الاهلي قادر يكسب سبع مباريات متتاليه ان شاء الله ان شاء الله الاهلي بيعمل كل حاجه الاهلي بيعمل كل حاجه خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع نجمنا اللي منورنا وسام ابو علي عندنا كتير جدا من الاسئله ومستنيين كمان باقي اسئلتكم خلوا المعنويات عالية وسام أهلاوي ما بحبش أتكلم في الماضي يعني لكن أسألك سؤال كده على ماتش الترجي حسيت بالقلق إمتى على البطولة على الكاس بعد الماتش لا إمتى كنت وري على نتيجة المباراة لا وريد لما بس كان في اني لقطه لما كريم فؤاد الحمد لله ما كانش فيها بلانتي والله لما نزل يعمل تاكل واحنا من بره انا شايفها من هنا فانا مش شايف الكوره رايحه فين ايوه وانا شايف نازل قلت قلبي وصل يعني كنا خايفين كتير واضرب انت بتعرف طبعا يعني الاحساس اللي ما حلو لما تكون قاعد على الدكه نعم. تقدرش تعمل اي حاجه عايز تنزل وتجري مع اللعيبه وتشتغل وتساعد زمايلك بس انت قاعد على الدكه كده وبتقول ان شاء الله يا رب تخلص الماتش صفر عدت على خير الحمد لله امتى حسيت انه الكاس اصبحت اهلاويه لحظه الاطمئنان يعني بقيت ساتسفايد من جواك انه لا لما حاجه على نفس الموضوع لما شفت اهلي والله لما شفت اهلي ووقفنا نتصور مع بعض وهالميداليه ده خلاص انت هنا عشان اول 10 دقايق بعد الماتش الاحساس بيكون ان ادرينالين يعني كتير ادرينالين عالي ايوه بالظبط يعني انه حايس شويه احنا فين والجمهور وكسبانين طيب. داخلين على تشالنج جديد اهلي زمالك السوبر الافريقي ما كانش لك حظ تلعب الفاينل بتاع الكاس كان لك حظ لعبت مباراه الدوري خسرت مع الاهلي اول مباراه امام الزمالك يعني هاو دو سي نيكست جيم اجين الزمالك ان سوبر افريكان ايوه انا والله 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 عايز اجيب جول ضد الزمالك اجيب جول نعم اول ماتش انا كان عندي فرصه العبها نعم
كان السوبر. ايوه. وتصور كان ماتش الدوري. نعم. لا كان ماتش اللي في السعوديه اللي انت كلمت عنه. اوكي. ده نهائي الكاس. أيوه. نعم. اتصبت. اتصبت يعني اتصاب يا جماعه. انا بقول اتصاب. انجرد. اتصبت. واول ماتش لعبته خسرت. فانا عايز اكسر الدنيا في الماتش اللي ان شاء الله يا رب نكون جاهزين ونلعب كل حاجات مع بعض. نجيب جول ونكسب ونفرح. شايف المباراه ازاي؟ اقول لك حاجه الصراحه. ايوه. انا دماغي مش كتير في الماتش ده خالص. لا انا عندي يعني انا بكره ان شاء الله مسافر مع منتخب فلسطين. لسه هسالك على منتخب فلسطين. ايوه. وعندنا ماتشات مهمه عندك لبنان واستراليا. لبنان واستراليا. أيوة. محتاجين بوينت واحد عشان تكملوا توصلوا بالظبط ان شاء الله. ودي اول مره انا مع منتخب فلسطين. مبروك. اصلا الله يبارك فيك. نعم. وفي ماتشات دوري لما نرجع كمان. نعم. ف لسه الماتش ده بعيد. انا بحبش اكلم وافكر باللي جاي. نعم. خليني اخلص اللي قدامي. عشان الله اعلم لا قدر الله اتصوبت. ما لعبتش. ما نعم. يعني ازعل اكتر. صحيح. خلاص نكون واحده واحده. طب بتفكر في اللي انت فيه دلوقتي. بالظبط. عشان بالطريقه دي لما اوصل الماتش بكون في احسن حته انا. نعم. مركز بالماتشات كلها. كلمت على منتخب فلسطين ما اقدرش افوت ده واسالك على المنتخب الفلسطيني. اول مباراه دوليه المنتخب الفلسطيني شفناه في بطوله اسيا الاخيره بشيء رائع وشيء جميل وعنده فرصه انه يكمل وعنده فرصه الوصول لكاس العالم هيبقى انتصار مش انتصار للكره الفلسطينيه ولا انتصار للكره العربيه انتصار للقضيه احنا بنعتبرها كده. اكيد. شايف ازاي ده؟ يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب ده كله اللي كلمته وقلته يحصل. نعم. ونبسط شعبنا أيوة. ينبسط وفرحه صغيره يعني دي طبعا هتكون فرحه اكبر من يعني مش عارف اقول لك ايه طبعا بس انا بالنسبه لي دي كمان يعني زي جينت على نادي الاهلي الجديده. نعم. اول ماتش مع فلسطين ومع شعبي وهالعب لبلدي. نعم. يعني فخور فخور كتير. مش زعلان انك يعني كنت اندر 17 مع المنتخب الدنماركي وسجلت وكنت ماشي دلوقتي وانت لسه صغير 25 سنه كان عندك تشانس كويسه انك تبقى في المنتخب الدنماركي بالان بتتغير تماما وجهتك الى المنتخب الفلسطيني هل ده مضايقك ولا انت فخور بده؟ انا فخور ده قراري انا اصلا. قرارك انت ده قراري انا. نعم. انا من الي سنتين. ايوه. سنتين ونص عم بجرب انقل منتخب. ده كلام حقيقي. ايوه. يعني ما عملتش حاجات كتير بس مرات اكلمني يقولوا خلاص اوكي هلعب مع فلسطين وكده وكده بس انا ايه الفكره دي بدماغي اصلا ايه زمان. نعم. فلما وصلت لنادي الاهلي وحسيت الشعب العربي والمصري حبه لفلسطين طب في حاجتين فيها. نعم. فرصه الي كاسمي كوسام ابو علي كويسه. نعم. انا في بلد عربيه. وتاني شيء اذا انا شفت قديش الشعب انبسط لما انا جبت جول صغير. نعم. يعني افتكر تجيب جول مع المنتخب. نعم. تروح على كاس العالم. تعمل اي حاجه. اقول لك حاجه. نعم. اهل الفلسطيني قاعدين في لبنان في المخيمات. نعم. في المخيمات. في المخيمات. نعم. خالاتي بحياتي ما متفرجين على ماتش. ياه. انا الماتشات في الدنمارك وفيش. نعم. قناه بتوجه. نعم. اول ما وصلت على النادي الاهلي بعد كل ماتش بيكون عندي تسعة فويس من خالاتي كلن. الله. كلهم في لبنان. كلهم في لبنان. نعم. وعمتك هنا في القاهره. وعمتي هنا ويعني وسام كنت جميل والاولاد صغار اولاد خالاتي بلشوا يعملوا كده بالمدرسه ويأجوا صور من لما انا كنت بلبنان لما كان عمري 15 سنه. ما شاء الله. دايبن خالتي ودايبن عمي وده يعني اذا ده مش هيخليني. نعم. يعطيني الاحساس انه انا عم بعمل حاجه كبيره. ايوه. فكان بعرفش ايه اللي. نعم. ده هيخليني اسالك عن الصوره اللي هوريها لك تاني بس يوم الفاينل وفرحه الفلسطينيين والحقيقه انا عرضت الصور دي هنا وكنت في حاله من الدهشه ومن الفخر ومن السعاده ومن الذهول ومن الاستغراب كل الحاجات مشاعر مختلطه عندي والشعب الفلسطيني وسط هذا الكم من المعاناه وهو سعيد للاهلي وسعيد لوسام ابو علي. شفت الصور شفتها ازاي؟ شفت فرحه الناس ازاي هناك؟ انا يعني نعم خليني اشوف انا بقى انا ده كل انا
قبل النهائي اصلا. نعم. قبل النهائي يعني الحاجات اللي انا شفتها الفيديوهات الصور، كان في فيديو قبل ما اوصل على النادي الاهلي في حد عم بيغني لي غناي ويقول ايوه قول لي الغناي، قول لي الغناي، ما بتذكرش والله، بس انه شيء خلينا نكون فخورين وننبسط ونعيش حياتك. نعم. حياتنا بينك، ويعني الصور دي نعم والفيديوهات اغلى من ما شاء الله من 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 اي حاجه تانية. نعم. احنا كلنا احنا عارفين اللي عم بيحصل. نعم. الحياة اللي هنا عايشينها دلوقتي. نعم. فإذا أنا مش هعيش حياتي وأعمل كل حاجة أنبسط. نعم. أنا عشان هن يعيشوا مبسوطين فخورين فيا، ده شغلي. طيب. عندنا زميلنا العزيز هشام معمر بعت لك التحية والسلام، بقول لك الناس في غزة بيبلغوك التحية وفخورين بيك جدا وبيحلموا بالوصول للمونديال مع منتخب فلسطين. بقول في معلومة بتقول إن سبق لأسامة إنه زار فلسطين قبل كده وقعد فترة فيها، حصل؟ لا حصلش. ما حصلش خالص. ما حصلش لا. طيب بيقول لك شعورك خلاص لما شفت الجماهير بغزه بتهنيك واستعدادات المنتخب للمشاركه مع منتخب مباراه لبنان واستراليا سالنا عليها وقال رسالته للجماهير الفلسطينيه. خلينا نرجع للدوري المصري تاني يا وسام. بعيدا عن الاهلي، مين لعيبه بيعجبوك؟ مين فرق بتعجبك في مصر؟ اه انا مش متابع كتير في مصر قبل ما اجي. أيوة. وطبعا انضمامي بعدني جديد فمفكر كتير في حياتي وفي الكوره انا وانه اعمل كويس. نعم. بس لعبنا مين؟ لعبنا ماتش ضد اسماعيلي. اسماعيلي 2-1. ايوه 2-1. في عندنا لعيب وينج يمين يمكن رقم 10 عبد الرحمن مجدي. شفت ماتشين عليه هيك صدفه. وعجبني كان كويس. وطبعا اكيد احنا كلنا شايفين بيراميدز ماشين قوي الان من بيراميدز في المنافسه على بطوله الدوري. لا تقوليش تق لازم بيراميدز اول دوري عام دلوقتي وشغال كويس. ماشين كويس، بس زي ما قلت لك من دقيقتين انا عندي ماتش جاي. انا بفكرش بماتش 18-13 لما نلعب بيراميدز هكلمك. لا انا بسالك انت الان يو افريد يو وري فروم بيراميدز عامل جود ريزلتس في الدوري المصري طبعا شويه بس. أيوة كده. احنا كلنا بنعرف انه نادي الاهلي احسن فريق تحت الضغط. احسن فريق تحت الضغط. تحت الضغط. تحب تلعب تحت الضغط؟ انا بحب كتير العب تحت الضغط. بجد ولا بتهزر؟ لا والله. والله انا تحت الضغط احلى. يا سلام. بتعمل انت الكوره، احنا كلاعب كوره بتحب انت بتعشق تلعب الكوره. انا يعني ده من كل اولاد صغيره بتلعب كوره، بس يجيك الضغط بتحس انه فيها قيمه، فيها يعني عايز اكسب على مرتين ثلاثه. نعم. فدلوقتي اصلا ان شاء الله يا رب يكرمنا ونكسب الدوري. هيكون دوري حلو. طبعا. هيكون عمل الاهلي شغل جامد. ده وعدك لجمهور الاهلي انك ان شاء الله ممكن تكسبوا الدوري ان شاء الله يا رب. هعمل كل حته عندي وعارف زمايلي هيعملوا كل شيء عنا. ده نفس شعور زملاتك داخل غرفه الملابس. انتوا ما التقطوش من بعض الفاينل بتاع افريقيا، ما تقابلتوش، لكنه كان في كده اتفاق ضمني يعني انه لازم ناخد الدوري العام في تعهد. انا من لما جيت تعهد كده الاهلي. نعم. حسيت حاجه واحده بقوت اللبس ده. ايوه. فيش حدا بموتش حاله عشان يكسب. فعلا لازم نكسب. وده حاجه انا اتعلمت منين اتعلمتها. ايوه انا جاي من فرق يعني مرات كنا رقم 6 ورقم 12 ورقم 10 في الدوري. في نادي الاهلي، وده كلام صح وانت عارف انت بتقول اللي في قلبك. لازم تكسب. والطريقه اللي هني مرات انه يعني زمايلي بشوفه بتعلم مني. نعم. يعني بقول طلس منهزر وبالتمرين منهزر وكده، بس لما تدخل ماتش ماتش افريقيا ولا ماتش دوري. نعم. عايزين نكسب ولازم نكسب، وبشوف يعني جاهزين. ده بيفيقني انا، ده بيخليني انا اكون زي زمايلي. شفت الزمالك ازاي؟ شفت نادي الزمالك، فريق الزمالك ازاي؟ الزمالك فريق من انا لما جيت يمكن جاي مدرب جديد. نعم. و يعني ماشيين كويس و نعم. كسبوا الكونفدرية. نعم. يعني مبروك لنا ومبروك لنا احنا. نعم. الكونفدرية احنا افريقيا طبعا. نعم. ف انا اقول لك ايه، بحضرش كتير، بتفرجش كتير على، لكن بتتفرج على اللعيبه بتشوف. أيوة. مين بيعجبك فرقه الزمالك مثلا؟ لا طبعا كلنا بنعرف انه زيزو لعيب كويس. زيزو. زيزو احمد حمدي اسمه،
حمدي احمد حمدي طبعا اللي اتصاب. أيوة. احمد حمدي اللي سجل هدف في نهائي الكونفدراليه. ايوه بالظبط. لعيب كويس. انا رايي المهاجم اللي عندن الفتره اللي انا كان فيها في مصر عامل الجزيري. ايوه نعم. الفتره اللي انا كنت فيها في مصر بعرفش قبل بس عامل شغل كويس كمان. سيف لعيب ممتاز. ايوه يعني بنتكلم على زيزو, بتتكلم على احمد حمدي, على سيف الجزيري. أيوة. شايف ان الثلاثه بيأدوا بشكل جيد. المباراه اللي ما كنتش متوقع انها تبقى صعبه كده ولقيتها صعبه, والعكس المباراه اللي كنت متوقع انها صعبه ولقيتها سهله. سؤال كويس. اتفضل. سؤال كويس. اقول لك يمكن المازيمبي. مازيمبي هنا هنا عشان كان في زمايل كتير يكلموني يقولوا وسام فرقه, كل فرقه بتيجي بالدنيا كلها يلعبوا في استاد القاهره مع جمهور نادي الاهلي هيكون صعب عليهم. طب قبليها بسبع ايام انا كنت لاعب في كونغو. ايوه مازيمبي. ايوه فشخت وضربت والحر والجو كان ماتش صعب كتير كتير كتير. نعم. فانا داخل الماتش هنا في القاهره هيكون ماتش صعب كتير. نعم. كان صعب بس. نعم. لحد ما اسهل من ما انا بفتكر يعني. واقلب اقول لك ماتش انا مفتكر هيكون يمكن على فكره انا نزلت بس 25 دقيقه. نعم. لعبنا في لا رحمة الله اسمه افريقيا. ايوه غانا. اول ماتش انا نزلته مدياما. مدياما الغانا. ايوه مدياما. نعم. يعني مش ما كانش ماتش سهل. نعم. بس انا كنت يعني مفتكر. ايوه بالظبط يعني نزلت 25 دقيقه وعطيت كل حاجه اللي عندي اياها وكده. كل أيوة. حاجة. تكنيكك في ضربات الجزاء غريب شويه. الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. ايوه كنت بتسدد وانت في السويد وانت في الدنمارك. أيوة. وبتسدد ضربات الجزاء. ما بقاش عندك خوف؟ لا خالص. لا خالص. ويعني اسال مصطفى والشناوي والحارس كله بالتمرين اصلا. نعم. مرات بتشوط ضربات جزاء. نعم. احط الكوره وبقول له هحطها هنا فوق. بتقول له؟ بقول له. اخر انا والحارس يعرفوا الحارس اللي هنلعب ضد اذا هشوط ضربه جزاء هيعرفوا انه 90% هحطها فوق هنا. بس في حاجات انت كلاعب كوره ده خلاص ثقه بالنفس انه. نعم. دي انا بعرف اعملها. يعني اذا حرقت صحيح ده عند ربنا يعني. لو الاهلي تعاقد مع مهاجم تاني يعني الاهلي موديست هيرحل غالبا نهايه تعاقده يعني اما 31/6 او اما مع نهايه الموسم يعني وغالبا هيكمل نهايه الموسم ده يخليني اسالك انه هل لو جه مهاجم جديد هتبقى زعلان ولا ده يعني ده كومبيتيشنز عاديه وتشالنج عادي بينك وبين اي حد وترحب باي مهاجم تاني يجي للنادي الاهلي؟ ده صراحه ده الكوره. دي الكوره. دي الكوره. يعني في مش عارف كم حارس مرمى عندنا دلوقتي. نعم عندك الشناوي وشوبير وحمزه ومخلوف والزنفولي كتير يعني. ايوه من غير ترتيب يعني. ده نعم. ده الكوره يعني. يعني انا كنت هلا كنت في السويد قبل ما اجي هنا. نعم. كنت المهاجم الوحيد عشان كان في واحد مصاب. ايوه فانا كنت الوحيد. وده كان ضغط اكبر عليا. نعم انا يعني اذا اجى مهاجم جديد اهلا وسهلا فيه ده كومبيتيشن يعني خلاص. نعم. اللي بتمرن احسن شيء وبيلعب ماتشات احسن حاجه هيلعب. وسام هل بالفعل وهم بيتفاوضوا معاك في النادي الاهلي اشترطت انك لازم تلعب عدد ماتشات معين وتلعب اساسي بشكل كويس ولا ده ما كانش موجود؟ نيفر نيفر. لا 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 انا اللي بيلعب بيلعب. نعم. واللي بيعمل كويس بيلعب. نعم. ويعني الكلام دي انا اصلا بعرفش انه في منه. ايه الصعوبات اللي كانت موجوده في تعاقدك مع النادي الاهلي؟ هل طلبت مبالغ ماديه كتيره؟ هل وكيل مدير اعمالك يعني كان مبالغ في الارقام الماليه ولا هي كانت قصه النادي بس والرقم اللي كان طالبه النادي والتنافس مع نادي اوتريخت الهولندي؟ انا هقول لك انه الارقام طبعا مش هحكي فيها بس لا ما بحبش احكي الارقام. حلو. ارقام النادي لكن. أيوة. ارقامك ما بحبش احكي. أيوة. ما بحبش ارقام اللاعب. انا اصعب حاجه كان النادي عندي. نعم. السويدي فرقه. نعم. محبه جدا. نعم. جدا جدا يعني. الى مكان كبير بقلبي يعني. نعم. بس الفرقه اللي كنت فيها السويدي كانوا عايزين فلوسن. نعم طبعا
والاهلي كلموهن بدري يعني في الترانسفر ويندو. نعم فهمني. يعني النادي السويدي كان معاهن وقت كتير. نعم قالوا اذا احنا بنصبر يمكن يجي عقد تاني تاني كبير. يعني مش عايزين نبيع. نعم واللي مش عايز يبيع هيطلب. فده كان لكن انت ما كانش ليك شروط، كانت الامور ميسره او كانت ايزي بيني وبين النادي؟ بينك وبين يعني كانت ايزي ما كانش. ايوه كانت ايزي. انا بس حاجه الوحيده بيني وبين النادي انه انا افهم الفرق بين اوروبا وبين هنا. انت فعلا بتتمرن في اوروبا ايام متفرقه يعني مش ريجولر، وفي الاهلي بتتمرن كل يوم وده خضك شويه يعني استغربت؟ لا 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 هنا التمرين هنا والتمرين في اوروبا نفس الشيء ديري نفس اليوم يعني بس ماتشات اقل. نعم ماتشات هناك اقل طبعا. ايوه هتجاوبني بسرعه جدا دي بعض اسئله الجمهور. مصطفى صابر بيقول لك مين مثلك الاعلى وسط مهاجمي العالم؟ مين اللعيب الفافوري بالنسبه لك؟ رونالدو. رونالدو احتفال الساعه قلنا عليه ده ستيفن ناصر. محمد احمد عطاب مين افضل لاعب في الدوري المصري من وجهه نظر وسام؟ بيست بلاير ايجيبشن ليج. امام عاشور. امام عاشور. طب احمد رشاد بيقول لك مين مثلك الاعلى في مصر وفي العالم؟ البيست بلاير في مصر بالنسبه لك بالنسبه لوسام وفي العالم انت قلت كريستيانو رونالدو. ايوه وفي مصر قلت امام عاشور ده احسن لعيب. ايوه طيب محمد شوقي نفسك تحقق ايه مع الاهلي؟ اوف كسبنا افريقيا الحمد لله وعايز اكسب 13. ايوه بس 13. عايز انا كوسام عايز اجرب اكسب افريقيا والدوري والكأس. والسوبر والكاس والانتر كونتيننتال وكاس العالم البطولات كلها عايز تكسب كل بطوله. ايوه طب مين اكتر لعيب في الفرقه قريب منك؟ في كتير في رضا سليم في مصطفى شوبير في حمزه علاء موديست يعني لعيب كتير يعني بكلم بارسيتاو انا بتكلم كتير مع الاجنبيه مع كمان كويس. مقارنه الاهلي باي فريق اوروبي لعب فيه سابقا يعني اذا عملت يعني مقارنه ما بين الاهلي وما بين مثلا نادي سيريس السويدي ناديك الدنماركي تقول ايه يعني ايه الكومباريزون؟ لا نادي الاهلي اكبر نادي انا شايفه بحياتي انا يعني. نعم. الجمهور الماتشات كتير. طيب عشان الوقت بسرعه اللي تتمناه ده احمد صبحي قلناه كنت تابع النادي الاهلي قلناه ده باسل مجاهد عمرو جلال احساسك ايه اول ما الحكم اطلق الويسل بتاعته صافره النهايه والاهلي بقى بطل افريقي الفاينل ويسل في ماتش انا ما حسيتش حاجه غير بعد يومين ثلاثه. نعم عشان من ثلاثه على بدات تفوق كنت عادي في الثاني يوم وقاعد مع اهلي زي كاني ولا كسبان حاجه بس لما قعدت لحالي هيك في الاوضه بعد يومين ثلاثه فهمت انه انا بطل افريقيا. نعم وكل ما اشوف الجمهور مبروك مبروك كنت انسى. هات لي لقطه الجمهور يا عمرو بس عشان يديني تعليق عليها اخير لانه ده احمد عبد العزيز صبري وعطا ناصر وهختم معاك بكلمه تقولها ايه للجماهير العظيمه دي وهجيبها لك وهي بتهتف وهي بتغني. عايز نقول كلمه اقول انه انا من وقت اللي انا جيت للنادي الاهلي شايف المظهر يشوق ازاي ما شاء الله يعني ده احلى منظر انا شايفه في استاد يعني الجمهور كبر عليا كتير والطريقه اللي هنا بيدعموا فلسطين فيها الطريقه اللي انا شفت اهلي مبسوطين وفخورين فيا عشان انا بلعب قدام الجمهور ده ده اهم حاجه ويعني خليكم معانا واحنا ان شاء الله ان شاء الله نكسب كل حاجه بنقدر نكسبها. طب سمعوا صوتهم تاني يا عمرو عشان يبقى الصوت يرج ودانه. حاسس حالي في الملعب. ما شاء الله. ده حاجه يعني كلاعب كوره ولد صغير ده حلم. نعم حلم تلعب قدام جمهور جامد زي ده. نعم نورتني وشرفتني بشكرك شكرا جزيلا يا وسام حبيبي شكرا ارجو ان انت تكون استمتعت زينا بال كتير مبسوط كتير حبيبي شكرا جزيلا نجمنا النهارده وسام ابو علي اللي نورنا وشرفنا كده تمام سلام.